صباح الفل وصباح الخير على الكل. الغدة الدرقية يا جماعة حاجة مهمة جدا، أي حد أي أخت فاضلة بتفكر في الإنجاب لازم تعمل تحليل الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تحليل سهل بسيط تعمل في المعمل، ما بتحتاجش تكوني صايمة، ما بيحتاجش مننا أي مجهود، ما سعره في متناول الجميع. لأن ليه بنعمله؟ لازم نطمن إن مفيش كسل في الغدة الدرقية، مفيش كسل في الغدة الدرقية أو أي مشاكل في الغدة الدرقية، لأن كسل الغدة الدرقية يأثر على البيبي، يأثر على الطفل اللي هو الجنين، لأن الجنين بيعتمد على الأم في أول 3 شهور، هو ما بيكونش لسه كون الغدة الدرقية بتاعته فبيعتمد عليها. طب يا دكتور لو انا ما ظبطتش الغدة الدرقية ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة خالص، الطفل بيبقى المخ بيتأثر، الحمل بيبقى فيه مشكلة، بيبقى فيه اعاقة ذهنية عند الطفل، في مشاكل في الجهاز العصبي احنا في غنى عنها كلها. يعني احنا الناس بتدور على الحمل والخلفة علشان ربنا يكرمهم بحمل يكون كويس وطفل يبقى سليم مفيش فيه مشكلة. فالنشاط وزيادة وكسل الغدة الدرقية من المشاكل اللي لازم أي أخت فاضلة بتفكر في الإنجاب لازم إنها تعمل تحليل TSH. تحليل سهل جدا هنطمن بيه على نفسنا وقبل ما نفكر في موضوع الإنجاب خالص قبل أي حاجة. ودي جمعيات علمية عالمية هي اللي أوصت بكده، لأن طبعا زي ما قلنا الاساس في التحليل هو تي اس اتش، والتحليل المفروض تي اس اتش ما نعتمدش ان المختبر مثلا من نص الى 5، لا احنا عايزينه اقل من 2.5 في اول 3 شهور، واقل من 3 في الفتره اللي هي بعد الثلاث شهور. يعني ملناش دعوه حتى لو 4 هقول لك لا عالي في كسل، اقل من 2.5. اتمنى تكون المعلومه وصلت وصباح الفل عليكم ان شاء الله.